الحمد لله والشكر لله، انا ربنا من عليا باني حجيت السنه دي، وربنا الحمد لله الحمد لله سهلها لي، ورجعت بفضل الله وانا يعني في قمه السعاده. وانا حجيت على فكره قبل كده، لكن الحجه دي كان اول مره بحج في حياتي، بدايه من المدينه، وربنا رزقني بالصحبة الحلوة هناك في زيارة سيدنا النبي، وكان الصحبة الحلوة دي بعض النساء السعوديات من أهل المدينة الطيبات، ودي رزق، أنا بعتبره رزق، أهل طاعة، وكنا في لذة من هذه الطاعة مع بعض. وبعد ما خلصنا المدينة يوم عرفات ده، والله والله كان أجمل يوم في حياتي، وده اللي عرفت فيه كما لو إني الأول مرة بحج في حياتي. كان معانا شيخ عظيم عظيم اسمه الشيخ رمضان عبد المعز، أنا عمري ما التقيت بيه قبل كده، هو وجه تلفزيوني معروف، لكن شخصيا أنا ما تقابلتش معاه وما تعاملتش معاه ولا اعرف طريقته ايه ولا اي حاجه. الحقيقه انا بهرني بطريقته ونصايحه وارشاداته ودعائه، وكان يا جماعه بيتعامل معانا بقى الحجاج ان احنا KG1 اطفال في الحضانه، يعني قال لنا بصوا بقى اي حاجه في الدنيا هعديها الا يوم عرفات. الحج يعني عرفات، يعني تقعدوا من صلاة الظهر للمغرب واحنا بندعي، وما سابش كل واحد يدعي لوحده، لا، هو يا حبيبي قاعد هو يدعي واحنا وراه واحنا وراه واحنا وراه. واحلى أدعية في الدنيا اللي من القلب، اللي خلت البكا كده يطلع من عينينا ويغسل قلوبنا، رغم ان انا حجيت قبل كده، لكن انا كنت ناسية. الواحد بيبقى تايه وبيبقى خايف، لانه يوم لو راح منك يعني ده انت مش عارف هو هيجي عليك تاني ولا لا. وكان عنده ملكة انه يسيطر على الحجاج بس بالمحبة والتوجيه، يعني واللي كان بيحسسني ان احنا في KG1، احنا كلنا الستات لابسة ابيض ورجالة لابسة ابيض، فاحنا كلنا في الحضانة، وكان بيحذرنا اللي هيقوم للحمام بالاذن. والغدا ميعاد الغدا جم قالوا له، يروحوا مكلمين يقول لهم طيب، يجوا اللي هو بقى الشركه بقى، يعني عايزين ناكل الناس بقى، يعني اللي هي الشركه اللي احنا فيها طالعين معاها. طيب في الاخر قال لنا طيب طالما مصممين دلوقتي اتفضلوا قوموا اتغدوا 30 دقيقه وتكونوا هنا. يعني الناس انا قلت ما حدش هيدخل قبل ساعة، هو احنا موعدنا كده 30 دقيقة، كانت الناس كلها قاعدة، لانه قدر انه يأثر علينا بدعواته الحلوة وقلبه الحلو، لان كان الدعاء من قلبه. وقال لنا انه دعاء يوم عرفات هو ده الحج، ويوم مش ممكن ما يتكررش تاني في حياتك. وانا كبسمة ضامنة ان انا يجي عليا السنة الجاية تاني، مين يعيش يا مين يعيش، هل ضامنه ان انا هطلع حج تاني يا مين يعيش. انا بنتهزها فرصه وبشكر الشيخ رمضان في الرد كمان على كل الناس بكل صبر والحلاوه ومن القلب، وانا بعتبر انه مش حظ حلو، هو قدر حلو، ربنا بيقدر الاقدار. خلصنا بقى من المشهد ده، تعالوا لي بقى على المشهد التاني. طبعا كلكم يا جماعة عارفين الفنانة ريم سامي أخت المخرج محمد سامي، فكس لي بقى يا تامر على الصورة دي. طيب فنانة يعني من عائلة أرستقراطية، أمورة، ممكن تبقى شايفة نفسها. أنا شفتها قلت
يا خرابي، هنبقى بقى ياي وماي وفاي وباي ومامي وبوبي. وهي بقى كانت ايه قاعده يعني جنبيه طول الوقت، احنا قاعدين مجموعه كده. اقسم بالله وربنا اللي انا رحت بيته، انا فوجئت بهذه الفتاه خادمه الحجاج. عارفين يعني ايه؟ كانت بتقوم بمساعدة الناس اللي اولا ما تعرفش حد غير مامتها وباباها كانوا معاها. لا يمكن كنت اتوقع ده من ريم سامي، يعني شكلها ما يدلش يا جماعة، عشان كده يقولك ما تعرفش الواحد من شكله، ما تحكمش عليه من مظهره الا لما تعاشره. يعني أنا عارفة إن خدمتها للحجاج ليها ثواب كبير، خصوصا وإن ده تطوع، ده يعني دي حاجة بإرادتها، ومعروف طبعا إنه هي زي ما قلت لكم من أسرة وطبقة أرستقراطية، كانت بتخدم الحجاج بدون كل يعني كان ممكن تجيب شبشب لواحدة ست كبيرة تحطه لها. هو في مين بيعمل كده دلوقتي؟ بقول لكم صدمتني. يعني كانت مثلا اتنين كانوا بيتخانقوا، في ساعات خناقات بتحصل في الحج، يعني ده مكاني ده مش مكاني، تقوم قايمه لها وتقول لها طب اتفضلي في مكاني. واحده مثلا بتطلب حاجه وتاخرت عليها، تقوم هي تجيبها لها، تقوم تجيب الاكل. شفت بقى بر والدين، يعني اللهم ارزقنا وارزق الجميع بر والدين مش معقول. بص ايد وبص رجل، ولا هممها حد ولا اي حد ولا حاجة. بنت طيبة وجميلة، وكان واجب عليا النهاردة ان انا اقول لها تسلم ايدين اللي ربت يا ريم يا سامي. في الاخر انا عايزة ادعي لكل مشتاق عايز يحج ان ربنا ينولها له ان شاء الله السنه الجايه، ويديكوا الصحه جميعا. وادعوا بس من بدري شويه، مش من قبلها بشويه صغيرين. ولو يعني مكتوبه لك ربنا هيسرها لك. هو كله دعوه، زي اللي رايح فرح كده وبيجي له دعوه، يا انت مدعو يا مش مدعو، فما تزعلش. يمكن اللي ما راحش السنه دي يروح السنه الجايه. ويا رب كل من وصاني بالدعاء ربنا يستجيب، وكل من لم يوصيني بالدعاء ربنا يكرمنا جميعا. ومفيش حد يا رب من السادة المشاهدين اللي بحبهم بيتفرجوا عليا دلوقتي يعني يشوف مكروه في غالي ليه. وربنا يرزقكم بزيارة بيت الحرام. دي كانت المشاعر والأحاسيس، ومن أهم الحاجات الحقيقة اللي أنا يعني طلعت بيها من الحج،